والله بص طبعا اعتقد ان كابتن حسن شحاته خبره كبيره ونموذج مشرف، واكيد يمكن طبعا تواجد الكابتن شوقي غريب معاه وتواجد انا كمان معاك كابتن الفريق في كل الانجازات اللي احنا حققناها، اعتقد ان استفدنا منه خبرات كتيره، واعتقد ان كابتن شوقي غريب استفاد منه خبرات كبيره. اتمنى ان شاء الله ان هي تترجم في الفتره اللي جايه باذن الله مع المنتخب، ولكن خليني اقول لك النهارده عشان ده يوم الكابتن حسن شحاته طبعا كل التوفيق ليه ومبروك ليه، احنا كلنا سعداء واحنا متواجدين معاه النهارده، وكل واحد يعني احنا نفسنا نشوف النماذج دي دايما، نفسنا نشوف التكريمات، ان كل واحد فعلا بيحقق حاجة البلد، ان هو ياخد وضعه الطبيعي وياخد مكانته الطبيعية بتكريم يليق بيه، لان احنا عايزين دايما نحط النماذج بتاعتنا دي في مكاناتها الطبيعية عشان نعلم الاجيال اللي جاية ان كل واحد فعلا بينجح بلده بتكرر. والله الحمد لله احنا بنستعد دلوقتي، اكيد لحد دلوقتي هو طبعا المباراة مع منتخب شيلي في يوم 30 هي دي اللي اتأكدت، اما المباراة التانية هي لسه طبعا ما تحددتش من قبل الشركة، انما احنا بنستعد في الوقت الحالي بنجهز للترتيبات، مفيش لسه يعني مفيش حاجه غير دلوقتي قدامنا هو مباراه شيلي ان شاء الله اللي احنا بنرتب لها. واعتقد ان البدايه بتاعتنا كانت بدايه موفقه الحمد لله، مباراه البوسنه استفدنا منها استفاده كبيره، نتمنى ان احنا نمشي بنفس الشكل ان شاء الله الفتره الجايه. احنا الهدف دلوقتي هو طبعا الاستفاده الفنيه بعيدا طبعا عن ان احنا نبص على النتائج والكلام ده، وده الهدف بالنسبه لنا عشان نقدر نعد منتخب ان شاء الله نقدر ننافس بيه ونكون موجودين في بطوله افريقيا ان شاء الله باذن الله. ما احنا مش هنقعد يعني احنا بقى لنا دلوقتي 7-8 شهور موجودين او 6 شهور موجودين، مش هنقعد كل شويه نقول العلاقه الحمد لله على ما يرام الامور ماشيه الحمد لله بشكل كويس. احنا مش هنقعد كل ما يحصل حاجه او كل ما تحصل موضوع نقعد بقى نتكلم فيه، يعني خلاص الامور الحمد لله ماشيه بشكل كويس، مفيش اي مشكله خالص، انا الحمد لله متواجد والحمد لله بالعمل، انا سعيد بالتواجد بتاعي. نفس الحكايه كابتن شوقي غريب، كلنا بنسعى ان احنا نخدم منتخب بلدنا في الاول وفي الاخر، والحمد لله مفيش اي امور، الامور كلها ماشيه بشكل كويس الحمد لله. شكرا.